أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة التسلح بالعلم والإيمان حتى يتم استيعاب التقدم الحاصل في كل المجالات. أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التسلح بالعلم والإيمان هو السبيل الحقيقي لامتلاك قدرة لا تقهر، مشيرا إلى أن القوة الرشيدة هي سمة أساسية للجيش المصري. مهما كانت قوتك هي قوة رشيدة، وده سمة من سمات الجيش في مصر. قوة رشيدة وحكيمة تبني وتصون وتحمي ولا تعتدي. بقول في اليوم ده ان احنا دايما من محتاجين ان احنا نتسلح دايما بالعلم بالمعرفة حتى نكون قادرين دائما على استيعاب التقدم اللي بيحدث في مجالات، يعني المجالات التفوق والتطور اللي بتشهدها المعدات والأسلحة الحديثة وأيضا النظريات المختلفة. ثم حاجة أخرى مهمة أو إن احنا نتسلح بيها وهي الإيمان. الإيمان معناه الخلق، معناه النزاهة، معناه الشرف، معناه عدم الخيانة، معناه عدم التآمر. انتبهوا للمحورين دول أو للكلمتين دول، التسلح بالعلم والمعرفة والتسلح بالإيمان، هو ده السبيل الحقيقي لامتلاك قدرة لا تقهر.